وفي ما فيش لا اسكندريه ما فيش وفي ما في وفي ما فيش خالص في المحليات اللي بتحصل. طب في مشكله في التحصيل، طب في مشكله في الاداره، طب قالوا طب ما ندرس نعمل شركه بحيث ان هي تبقى معنيه. هل الشركه تبقى قابضه مش قابضه؟ كل ده احنا عملنا مجموعه عمل مباراه من زي ما بتقول بقى من تمويل المشروع اللي موجود عندنا ده اللي احنا بنصرف على الدراسات دي منه. احنا كوزاره البيئه عملنا مجموعه عمل فيها ثلاثه خبراء مستشارين، حد فني حد مؤسسي وحد قانوني، عشان النهارده هنعمل مقترح، والمقترح ده هنعرضه في مجلس الشعب او مجلس النواب يعني، ونقول يا جماعه مقترحنا ان الشركه القابضه واحد تمشي ازاي، هل هتبقى شركه قابضه، هل هتبقى كيان مؤسسي واحد يضم ده. لان طبعا احنا عندنا مشكله زي ما حضرتك بتقول اختلاف تشريعات ومين مسؤول، ودور ده الدور ده ده كل واحد فيه يقول ده دوري، لا ده مش دور ده تبع مين يعني، وده تبع مين. فكل ده في المشترك يعني. الحته اللي حضرتك قلتيها بالنسبه للثلاث قوانين البيئه انا في تحضيري الشخصي ان يبقى وان بوك في كل التشريعات، لان دي مشكلتنا في مصر. كل ما محامي يبص في القانون ده ويبص في القانون طلع ثغره في القانون سنتين قبل الميلاد ويطلع ويطعن، احنا عايزين كلنا نبص في كتاب واحد في التشريعات كلها مجمعه. هو ده اللي احنا عندنا خطوط انتاج لتدوير المخلفات في مصر حاليا كم خط انتاج؟ كمساعده يعني؟ لا يعني اسمها ايه؟ قانون البيئه نفسه، قانون جهاز شؤون البيئه، قانون البيئه قانون 4 سنه 94 يقول ان جهاز شؤون البيئه او وزاره البيئه بالظبط نعمل نموذج تطبيقي. من ضمن النموذج التطبيقي مثلا اجهزه التتبع، ان احنا ننقل ازاي، نعمل سيستم للجمع، نجمع ازاي. طب ده بعتبره انا نموذج تجريبي نموذج تجريبي، وبالتالي انا بقدر اشوف نتائجه وبقيمه وبقول للمحليات ده. وعملناه في اكتر من حاجه يعني، احنا عملناه في منظومه الجمع بس في محافظه الاسماعيليه وبورسعيد، خدناها كده وجبنا شركات، مجموعه شركات زي ما حضراتكم بتقولوا، دخلناها معانا وقلنا لهم مع المحافظه يعني، واحنا لقينا نجحت بنسبه كام في الميه؟ بصي نجحت في بورسعيد بنسبه كبيره جدا 70% مثلا يعني ممكن يعني. هو لسه الاسماعيليه قال لي شويه، لان انت دخلتي الشركه الكيانات اللي جت عشان تجمع المخلفات للتجميع، مش يعني هو دوت بعض التحليلات الزملاء مش من المنطقه نفسها، فبقوا يجوا مسافات كبيره ومش لاقي عمال ويقعدوا ضعف كشركات وكيانات. شوفي انت بتقولي في كيانات عايزه تشتغل، لا مش كتير بالدرجه اللي انت متخيلها في منظومه الجمع، ما بيقدرش يقوم بالمنظومه كلها لانها مكلفه جدا. والمحافظات اللي جايه بعد بورسعيد والاسماعيليه احنا بقى بنعمل دعمنا بقى الدعم التشريعي طيب ونعمل دلوقتي بنعمل بقى الكيان اللي هو المؤسسي انه الوزاره